حنا اليوم كنتوجدوا في احدى المنشات ديال شركه امانديس. هذه المنشاه اللي هي خزان بني مكادا اللي السعه ديالو حوالي 30000 متر مكعب اللي هو اكبر الخزانات ديال مدينه طنجه. اليوم كنقوموا بعمليه اللي هي جد مهمه الا وهي الرساج ديزانفيكسيون ديال الريزرفوار. الهدف من هذه العمليه هذه هو ضمان واحد جوده المياه اللي تكون مطابقه للمعايير المعمول بها. هذه العمليه تمت في ظروف جد جيده، يعني تم الانتهاء منها في حوالي 24 ساعه في ظرف قياسي. هذه العمليه تمت بدون اي انقطاعات، كانت هناك استمراريه في الخدمه لكل زبائننا في المدينه.